بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. رانا متواجدين هنا على مستوى المدرسة الابتدائية الشهيد غضبان من صوت الواقعة لحي 5 جويلية. جميع الشيء اللي لقيناه هنا داخل المدرسة أنها مزينة بصور يعني شهدائنا الأبرار، يعني صور تاريخية جميلة جدا، أنها تنمي الحس التاريخي وأنها تثبت في الذاكرة أن عندنا شهداء وعندنا أبطال وعندنا رموز. يعني ربي يبارك نشوفوا مصطفى دمور عيد زيبوت عميروش آية حمودة حسيبة بنبوعلي، يعني شخصيات كثيرة جدا. محمد بوضياف ما يسمى بلجنة الستة التي فجرت الثورة. شفنا مذوق شو هذا ثمايتي، يعني والله جميلة جدا الاحتفالات بالخمس جويلية 1962. هاي الصورة على قبل نمطية تبقى الذكرى تاع التلميذ. شوفوا حتى المظاهرة تاع 11 ديسمبر 1960 هاي كانت موجودة لهنا. يعني صور عديدة جدا. يعني والله المدير المدرسة أخونا عز الدين لكحل، يعني والله بارك الله فيه. نشوفوا حتى صورة صديق كريم، يعني حاول شوف يعني لحتى لهنا صورة تاع الوفد الجزائري الذي شارك في مفاوضات اتفاقية إيفيان والذي كان يرأسه كريم بالقاسم، يعني صاحب النظارتين صدويتين. ها هو هنا، وعندنا ثاني كان أصغر وزير خارجية ربي يرحمه ويوسع عليه محمد يحيى بن صديق. ها هو أنا بن صديق، هنا بن يحيى محمد صديق ربي يرحمه ويوسع عليه. معنا ثانية يعني شخصيات كثيرة جدا لاحظوها لهنا. عندك بركة الجزائر ياسر سعدي، هاي الصورة نتاعو، يعني هذه مش مجرد صورة فيلم، يعني من البطاطا الدرج، لأن معروف بأن سعيد سعدي كان مجاهدا وشارك في معركة الجزائر، وهو الذي أنتج ومثل نفس الدور نتاعو تاع نفس الصورة اللي لاحظوها لهنا. الحكومة المؤقتة الجزائرية للجمهورية الجزائرية جي بي ار، الذي كان يرأس أول حكومة مؤقتة اللي تأسست في مارس شهر سبتمبر 19 1958، فرحة عباس إلى جانب كريم اللي كان مكلف بالتسليح. شخصية محمد يزيد موجود لهنا، محمد يزيد. عندنا كذلك عبد الحفيظ بوصوف تاع الاتصالات مسمى بالمالك. عندنا يعني الأخضر بن طوبر ربي يرحمه ويوسع عليه، يعني عبد الحميد مهري هذا الرجل الطيب الوطني. ها هو لاحظوا لهنا اللي كان وزير مكلف بالشؤون الاجتماعية على مستوى الحكومة المؤقتة. عندنا كذلك المجازر الدامية تاع 20 أوت 1955، هذا ملعب سكيكدا، ونشوف جرائم الاستعمار الفرنسي. الصورة هذه نمطية، يعني كاين الصور عديدة جدا يعني موجودة لهنا، يعني الصور عديدة. عندنا هنا مريم عبد العزيز، هذه ركز عليها الأستاذ بزاف. مريم عبد العزيز هذه هي المجاهدة الشهيدة المزابية من منطقة مزاب، كانت ممرضة في الجزائر العاصمة وماتت واستشهدت هنا في السوامع. جات مع فاتحة إيراتني زوج فرمليات، جابهم سي عبد الرحمن بوضياف المجاهد الكبير اللي راه كان رئيس سابق، كان رئيس في إحدى التخصصات في مستشفى تاع بني مسوس. مريم عبد العزيز هذه مستشهدة هنا في السوامع. لويزا إيغيل ربي يطولها في العمر، معروفة من بطلات معركة الجزائر. أصغر شهيدة، هذه نتمنى يا سيادة المدير أنك تكبر الصورة تاع فاطمة بالدار. هذه فاطمة بالدار، فاطمة بالدار هذه من بجاية، وهي شهيدة صغيرة طيشوف اللسان تاع الأحداث تاع 17 أكتوبر 1961. ذاك الوقت نتاعها كانت 14 سنة، يعني تلميذة كانت تقرا في الكوليج في فرنسا، وهي من بجاية. ولكن أنا لعبت لي معلومة والله أعلم تاريخية بأن الأصول تاع العائلة نتاعها منها من جهه بالدار تاعنا هذا تاع المطرفه، والله اعلم انا مش متاكد معلومه، بس قالها لي احد المؤرخين، قال لي بلي الاصول تاع العائله نتاعها ترجع لنا لمنطقه الحضنه. يعني مريم بوعتوره غني يعني تعريف، فضيله سعدان، يعني شخصيات كثيره جدا. يعني رانا نشوف ثاني هاي هنا، يعني صور عديده جدا هذه كامل. يعني والله راك مشكور سياده المديره. أحبس أنا مشكور. قبل ما أشكر سيادة سي المدير، شكون الأساتذة اللي قايمين بالإداريات هذو؟ الإداريات بالفريق التربوي ككل. أوكل. الفريق التربوي ككل. أوكل مساهمين فيه. فريق التنسيق. إيه. كيفاش راكم تخدموا؟ كيفاش؟ نخدموا دائما في الأوقات اللي خارجة عن أوقات التلاميذ. ها؟ كاينة لجنة ولا مشاكل الأساتذة؟ مشاكل الأساتذة كل واحد وعاوش الفكرة تاعو. والدور تاعو. والدور تاعو. الله يبارك. ايه هاي هذه ثاني صور. هذه تاع الفرق جيش التحرير الوطني، انا نلاحظوا حتى نوعيه السلاح هذه تبان لي راه الفتره ما بين بعد 1956، يعني السلاح البين جديد لهنا.
هذه الصورة عندها علاقة بأول عملية قرصنة في تاريخ الطيران المدني. هذا مجمع ما يسمى بالوفد الجزائري اللي كان ماشي من المغرب لتونس وحكمهم فرنسا، وهنا راهم في مطار بوفريك. عندنا هنا أحمد بن بلة، عندنا محمد بوضياف، عندنا حسين أيت أحمد، وعندنا مصطفى الأشرف وشخص آخر. وجه الغرابة اللي هنا تلقاهم أقرب بالمينوت وحدها، مينوت وحده باستثناء شخصيتان، هذا قبيلي وهذا عربي، دليل من المينوت اللي يبين لك ذاك الوقت ما كان لا قبيلي لا عربي. يعني هذه صورة نمطية دائما احنا نحكوا عليها على درجة القرابة والصلة اللي كانت تربط بين محمد بوضيف وحسين أيت أحمد، ربي يرحمهم ويوسع عليهم. يعني نشوفوا الصور عديدة جدا. الصورة النمطية الأحلى والأجمل اللي نشوفها لهنا هي حادثة المروحة. هذاك الكون ديفال راه وراه ومعه الداي حسين وفي يده المروحة. هذه القصة هذه شهيرة، هاي وراه كانت بنهاية بارك الله فيك 30 أبريل 1827. سيد المدير لك كان سقساوك التلاميذ على تاريخ 30 أبريل 1827 شكانت المناسبة؟ المناسبة كانت عيد الأضحى. وكانوا ذاك الوقت القناصلة والسفراء يجي يقدموا التهاني للدي حسين، يقدموا له تهاني معروف هذوك في البروتوكولات رئيس الجمهورية يستقبل السفراء والقناصلة. احنا كنا فرنسا سنه شويه صورد في حدود 1.2 مليون فرنك فرنسي قديم، وهنا كنا سنه 24 مليون، عطتنا 22 وبقات 2 مليون. من الدي حسين حاب يستفسر على مصير الديون المتبقية، على ما خلصتوناش الزوج ملايين دوك، على ما خلصتوناش. فرنسا اصلا كانت شريتها الجزائر بعد معركه نافاريم. واش قالوا؟ قالوا الكون ديفال قالوا من انت لترد عليك حكومتي؟ ها هي مع الزعفه والقلق ويصرفوا بالولاد. ادى حسين بالمروحه. المهم اختلفت الروايات استاذ بان نكملها ونخلص بها. واحد يقول لك باللي مست غير الانف نتاعو، الانف يرمز الى الكرامه. واحد يقول صح عطالو باللي بالكف، واحد قالوا قاروث بمعنى اخرج من القاعات على الاستقبال. هذه القصه حادثة المروحة اللي اتخذتها فرنسا ذريعة لتطبيق مشروع استعماري قديم جديد هو في 1830. راك مشكور أستاذ كريم، بارك الله فيك. هنا رانا في قاعة الأساتذة. قاعة الأساتذة، قاعة الأساتذة، هذه قاعة الأساتذة. ما شاء الله. قاعة الأساتذة ومتوفرة على الانترنت. كاين انترنت هذا فعلا الاساتذه والاجتهاد تاعنا. الله يبارك يعطيكم الصحه نفسيه. راح نوري لك حاجه، خلي النقطه السوداء. وهذه اللي هنا هذا 13 فاو تاع العرض منه. يجيو هنا، يجيو هنا للقاعه ندخلوا حيث يديروا النشاطات تاعهم. عندنا هنا مسرح تسمع عليه تعلم كلش لفائده التلاميذ.